سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما كتشوفوا اليوم جينا نديروا البسطيله. البسطيله نعرفوها يمكن دار في الغرب الجزائري ولا في المغرب. كما كتشوفوا هنايا، خديت صدر تاع الدجاج ودرت حبه بصله كبيره، ودرت شويه تاع القرفه، شويه تاع فلفل الكحل والملح، وشويه سكنجبير باش ما يطغاش. لقوا هذاك بزاف تاع التوابل في على الدجاج، وشويه تاع الزيت، ديروا واحد ربع مغارف تاع الزيت. هاو ديك سكنجبير، راني نوريلكم فيه القرفة. كيما كتشوفوا دوكا نحطهم فوق النار كيما نخلط فيهم هكذا، ونخليهم يتقلاو مليح حتى هذاك الجلد ديالي يتحمر تخي تخي بيان. هنايا حنزيد مغصو تاع زبدة باش يعطي نكهة مليحة وبنينة في الدجاج. واللي حبها اكثر سكري يدير، انايا ما صورتهاش نسيت، ديروا مغرف تاع السكر. مي البسطيلات تجي بزاف بنينة، انا وحده تعجبني. كنت نقول كيفاه سالي سكريمي بزاف بنينه والله. سيوها وان شاء الله تعجبكم. تبقاو هكذاك تخلطوا في هذاك الدجاج شويه. هنا زدت شويه تاع سكنجبير، ما من القرفه اللي خطر في الاول درت شويه. نتوما ديروش تو دوك المغارف صغار، ديروا هكذاك تاع القهوه هذيك، ديروا وحده نصها تاع سكنجبير وواحده تاع القرفه، وشويه ملح وشويه فلفل الكحل، شويه شويه. لبس القطحته ماشي رابي. هكذا البسطيله من كيما قلت لكم، هي يديروها بزاف في الغرب، سورتو في العراس، في المناسبات تاعهم في رمضان. وكي تجي تشوفوا البسطيله تعادل لنا بين السكر والملح، الحاجه اللي تكون سكري سالي بزاف مليحه. احنا بزاف هنايا في الوسط ما نديروهاش لا في الجي سونتر، مي هما يديروها بزاف ويحبوها، وانا عجبتني لا بروميير فوا ندوقها. حنا درناها عند عمتي، الدجاج بدا يطيب، نبقاو هكذاك هكذاك نقلبوا فيه كل مره، تبقاو معاه حتى يبدا يدخلوا الطياب. كاين دوكا غطيناه، نخلوه يطيب شويه. بعد ما طاب هكذا شوفوا دوكا دخلوا الطياب تخي تخي بيان. دوكا نحيت له الغطا ونبقى نخليه يتحمر بعاقله. دوك تشوفوه كيفاش يولي هنايا في هذه المرحله. ما تمرقوش حتى تشوفوه تحمر كيما هكذا. شوفوا دوكا هذا الدجاج راهو طايب وتاني تحمر. علاه يعطيكم بنه شابه في البسطيله؟ يبان يجيكم بنه التحمار تاع الدجاج كيما هكا. حتى لهنا انا مازال كامل ما مرقتش، انا ما نحبش حاجه تكون ماشي. شوفوا البصل كيف ولا، يولي شغل كاراميليزي هكذا، بدا ياخد اللون اللي راني حباته. كي توصلوا هنايا درت واحد الكاس تاع الماء يكون سخون، ماذا بيكم توجور الماكله مرقوا بالماء سخون. درت واحد الكاس هاوليك، ونزيد نغطوها ونخلوها طيب. دوكا كي نخلوها طيب باش هذاك الماء يدخل في هذاك الدجاج يجينا مشمخ، وعمام طول ما هذا كامل لازم ينشف لنا. هكذا راني نوريلكم مرحله بمرحله باش اللي تكون جامي دارتها حتسيها وتعرف واش راني نحكي لكم باش تفهموا مليح. نحيت كامل هذاك البصل اللي يكون في ليكوتي، نحوه كامل لخاطر بعد ما تكون يتقلى كامل يلصق كامل في الطنجره هكذا. وفي هذه المرحله اللي حاب يزيد السكر، راني نعاود لكم نقول لكم باش لخاطر كاين اللي يحب الحلاوه اكثر اكثر من الملوحه. الملح بالنسبه للملح ديروا مغرف صغيره، وزيد ديروا بعض مغارف كبار ولا خمسه كيما رانا حنديروا المرقه البيضه. ابخي هنا وبدا نحيت له الغطاء، تعرفوا كي نحيو الغطاء باش المرقه تبدا تختارنا، تبدا معناتها راهي تنشف والنار تكون ابتي فو. هنايا نروحو نجيبو الزبيب، الزبيب واللوز. اللوز محمص، اللوز ما نسحقوش دوكا، مي الزبيب نسحقوه دوكا. الزبيب تحبو كميه اكثر من هادي ديرو اكثر من هادي هكذا حطوه. الزبيب صدقوني يعطيها وحده البنه
ما تقدروش تيماجينيو. دوك هنايا داك الزبيب يعاون مع البصل، شوفوا راهي نشفت لنا كامل المريقه ديالنا. اللي حبها شويه فيها مرقه اكثر يخليه نورمال، اللي حبها بشويه مرقه باش تجيها معسله اكثر يخلي شويه مرقه. حنا المهم دوك راهي هنايا تقلات، هنا فتتنا هذاك الدجاج وزدنا شويه زبيب وحطينا اللوز. اللوز ماذا بيكم يكون منقي ومحمص، نقسمه واحدة على زوج كما هكذا احنا درنا له، رحت نقسمه انا. والزبيب اللي حب كمية، شغل الزبيب ماهوش كمية انتوما مقيدين بيها، تحبوا انتوما اكتر كتروا، هو ماذا بيكم تكتروا. انا درت في البداية وزدت دوكاكم شات على هنايا. جا خويا سرق منها داش بيا. حطينا هكذا اللوز من الفوق، اللوز قيمة واحد 10,000 ولا، يكون محمص خلطوه كامل مع بعض هكا. ونسحقوا الديول بيان سور. مين نعطيكم نصيحة، الديول لازم يكونوا ملاح. هنا درنا الزيت والزبدة، وهنايا عاوننا بهذه الغرفية باش تخرج لنا الحبة شابة ما تغلبكمش. تحكموا الورقة كاملة تاع الديول كما يدير هكا بنت عمتي، وطويتها على زوج خاطر كانت هي اللي كانت تخدم فيهم هكذا. ندهنوا تخي تخي بيان بالزبدة والزيت، خلطوا في زوج ونبداو نحطو العقدة ديالنا. مادا بيكم ما تشحوش فيها، ديروا مليح، شوفوا كيفاش رفدنا باش يجيكم الحبات الله الله معمرين. هاي ديك العقدة باش راكم تشوفوا فيها، وحطوا دخلوها مليح. ابخي دوك تغلق، وهذوك الزوائد اللي راهم من الفوق تاع الديول اللي سبق لكم انا نقول لكم، قطعوهم كامل نحوهم باش الحبة ديالكم تجي متحوفة. واللي حاب تاني يطيبهم في ليمول، هادوك تاع لي تارتولات يطيبهم ماشي مشكل، كاين لي بزاف باش يشدو لهم لافورم هاديك هكذا. هاي خرجت لنا الحبه ديالنا، ونحطوهم في السنيوه. الحاجه اللي فيهم مليحه، كاين اللي يقلوهم وكاين اللي يديروهم في الفور. انا نحبهم صحيين اكثر، يجو مقرمشين، نفس البرانسيب عندهم. صافي حنديرهم في الكوشه خير، نقلوهم ولا في الكوشه نفس البنه. هاي عاودت خدمت واحده اخرى، هكذا. وبالنسبه للديكوراسيون، كاين اللي يحبوهم معسلين وكاين اللي يحبوهم بسكر كلاسي. انا شخصيا عجبوني معسلين، ما نقدرش نقول لكم بزاف 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 بنان. وكاين اللي يحبوهم سكر كلاسي، كل واحد كيفاش يحب يقدمهم. كاين حتى يدير لهم القرفه من الفوق، كل واحد واش يحب هكذا. دوكا كيف كيف نفس الخدمه، دوك تجيب المقاس وتزيد تقصص هذيك زياده هكذا. وما عليكم بعدا غير تدهنوهم من الفوق بالزبده ثاني باش يتحمر الوجه ديالهم ويجونا مقرمشين. حطيناهم هنا في السنيوه، زدنا درنا واحده اخرى. هنا بدلنا لو برينسيپ، هنا واش درنا، حنديروهم كنا حنديروهم كيما حنا نقولوا لزمه هذيك لزمه العروسه، كنا حنديروهم كيما لزمه العروسه. ابخي الديول شويه اللي تعبونا، حتى بدلنا الديول صافي عاودنا درناهم نفس كيما قلت لكم. الديول اللي لعبوا دور كبير في البدايه كي بديت نخدم لكم، كيما كنت تشوفوا هنا راهي برك رانا التصوير وسقمنا، سينو من الاول الديول كانوا يتقطعوا لنا ما تيماجيني واش داروا فينا حاله. هنا خدمتها اللي يكون ما عندوش هاد الغرفيه وما يحبش يخدم بها، تاني تجيه عاديه يديرها هكذا. قلت لكم الديول يلعب دور، خيروا ديول اللي يكونوا ملاح. تاع اليد لازم يكونوا فغيمو مخدومين مليح، ولا تاع الاخر تاع الفابريكا تاني لازم يكونوا ملاح هكذا. دوكا حطيناهم كيما قلت لكم، كاين اللي درتهم في المول، حطيت عليهم سنيوه، نحطهم مليح باش يتلضوا مع بعضهم. تكونوا مسخنين الفول على 180 درجه، دخلوهم تخلوهم كيما شوفوا كيما هكا. كي تشوفوهم تحمروا من التحت، كاين اللي درناهم بلا ليمول كاين اللي درناهم بليمول.
كي تشوفهم تحمروا هكا باش تشعلوا لهم الفوق باش يبانوا بيان دوغي. ابخي كي خرجوا سمحولي شوفوا كيفاش درنا، حطينا هادوك ليمون سبيسيال درنا. كما قلت لكم هادو تاني اشكال واحد اخرين، هنا المعسله وهنا اللي بسكر كلاسي، وهاد اللي مولول والطمينه حكيت لكم عليهم كيف نستعملوهم لاني دايره بيهم من فوق هذا السكر وهاد لي شيما. تصيبوهم على مول الكاطو راهم على راسهم. مالي غير نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، ماذا بيك تسيوهم ويعجبوكم ونكون قدمت لكم البسطيله على قنيعه ان شاء الله. انا عجبتني بزاف بنينه، وانتم ان شاء الله تعجبكم. وما تنساوش ابوني فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. باي باي، نخليكم مع هاد لا فيديو يكمل.